طبعا يحلى الكلام عن الست العذراء، واجمل كلام لاحلى مديح لانقى ست في الدنيا عرفتها البشريه في جنس حواء لغايه النهارده هي الست العذراء. انا هقول كم موقف، ربما اكون قلت حاجه قبل كده من المواقف دي فاحتملوني، لان ما اقدرش في نزله العذراء اخبي الكلام ده. مره البابا كرولوس بيرفع بخور عشيه، يعني الكلام ده بالليل، ماسك السوريه والشمال زي ما شفته كده ماشي ورا علبه البخور، وجاء عند المقصوره بتاع الست العذراء، وقف البابا كرولوس وبيديها بخور وبيقول لها صباح الخير يا عذراء، عامله ايه يا ست الكل النهارده؟ الشماس قال لك يا عيني سيدنا البابا لخبطت الامور عنده، مش عارف الصبح من الليل عشان بيصحى بدري بيقول له صباح الخير مع ان احنا رفعوا الكور عشيه. الشماس يقول الكلام ده في ايه؟ في سره، ما قالش حاجه، بس لقلبه وكل تدور. قال انا عارف يا ابني ان احنا في عشيه وعارف الدنيا ليه، لكن يا ابني دول ما عندهمش ليه، دول لأي وقت نكلمهم نقول لهم ايه؟ صباح الخير. دول ما عندهمش ليل يا ابني، دول عايشين في نهار على طول ويا يسوع، في نهار على طول من غير دموع. صباح الخير يا عذراء، اذكرينا قدام ابنك يا ست الكل. وراح مد كده هزتين بخور وخد بعضه ومشي. صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. البابا كرولوس كان له مصلحه عند واحد من المسؤولين الكبار، فبعت واحد من الاباء قال له روح قول لفلان ليه عشان خاطر الست العذراء وانت عارف الباقي. الراجل ده كان غير مسيحي، ابونا الغلبان خد الرساله وراح قال له سيدنا بيقول لك عشان خط الست العذراء. الراجل كشر كده وايه وهز دماغه وقال له قول لسيدكم ده الطلب مرفوض. راح ابونا تداوس، الله ينيح نفسه تداوس جورجي، قال له يا سيدنا، قال له الطلب مرفوض. قال له يا ابني ما رفضنيش انا، ده رفض الست العذراء، سيبه يا ابني سيبه. وبص كده كانت متعلق ناحيته كده صدق، قال لا رفض الطلب بتاعك يا عذراء، رفض الطلب بتاعك، روح يا ابونا على مكتبك وانتظر مكالمه. شويه والبابا كرولوس ضرب تليفون قال اندهولي يا ابونا تداوس. دخل قال له نعم سيدنا، قال له روح يا عم للراجل، الراجل بعت لك. قال له بعت ازاي يا سيدنا ده كشر ورفض بين الاثنين. قال له طرف تليفون يا ابني، قال وحياه الست العذراء ما تزعلوا مني، كفايه اللي انا فيه وعايز اعيش ورب عيالي، ابعت ابونا ياخد الورق معتمد ومختوم وانا هستناه على باب مصلحه تحت عشان ما يتعبش نفسه ويطلع لغايه ايه؟ لفوق. هي كلمه عشان خاطر الست العذراء دي، كلمة قليلة، ده رايح بوصة. ومين الوصة؟ الست العذراء. وصدق ولا بد ان ايه؟ اتكلم ولا بلاش؟ انتوا عارفين زي من دول الست العذراء كان ليها موقف في اسيوط مع مذيعة معروفة، مش لازم اقول اسماء، لكن الست دي ست فاضلة اتهددت بالتهديد والوعيد لو ايدت المعجزة فعليها ان تنكر باي قوة من القوات، والا فاضطرت تقول بعد ما كتبت بايديها والوثائق موجودة عند الانبا ميخائيل
مش لازم اقول عشان ما اجيبش للناس مشاكل وصدق ولا بد ان ايه، لكن نقول يا سائح للقاء يسوع، لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع. في كتاب الترنيم صفحة 108: يا سائح للقاء يسوع، لا يهمك ويرويك ما ويرويك ماء الينبوع طاعة ويرويك يا سائح اترك ما فات واسلك في الطريق وان كان في الطريق ألمك اذكر من في حبك مات أذكر من وإن كان في الطريق ألمات أذكر البقية اضرب بعد قليل بالفرح وصوت التهليل حفلة عظيمة على والسهران يلبس اكليل وصاران يلبس حفلة عظيمة على الساحات وصاران راح يعد لك ما كان مشغول بيك بقاله زمان قلبه متشوق لا ولا سعدك لا ولا اتشوى إليك سعدك لا ولا أكثر يا وديعة المسيح يا سك كي
صاخر الدهور تخت سليمان نكست جبار كلهم حمل سيوف يحرق صاكي ليل ونهار يا حرام حامل سيوف يا حرام ساكي ليل ونهار. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. استسمحكم نقطع سلسلتنا مع عزة القديس استفانوس رئيس الشمامسة، ولازم نقف شوية قدام الست العذراء. في بشارة الرئيس الملائكة غبريال أو جبرائيل للست العذراء لما قالها سلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، هأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. قلت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، القدوس المولود منك يدعى ابن الله، والمجد لله دائما ابديا امين. انا عايز يعني يكون لنا حطة وقوف. القدوس مين اللي بيقول الكلام ده؟ رئيس الملائكة، شهادة من السماء. اللي انت هتقولي لي ده اسمه ايه؟ لم يوجد بين البشر حد اسمه القدوس، لان القدوس ده اسم من اسماء ايه؟ من اسماء الله. ممكن نقول القديس. طب الفرق بين القدوس والقديس؟ شوفوا يا جماعة، القديس هو اصلا مش قديس لكنه اكتسب القداسة بفعل البر، لكن القدوس هو مصدر القداسة. حتى عند اخواننا اسماء الله الحسنى من ضمن الاسماء القدوس، المهيمن الخبير البصير، ما علينا، لكن عايز اقول القدوس. القدوس هو مصدر كل قداسة، وهو ايضا المقدس مش المقدس. في فرق بين المقدس والمقدس، المقدس في حد قدسه، لكن المقدس هو الذي يقدس الاخرين. علشان كده انا عايز اقول الليله دي هنستوقف كلمه نقف عندها وندي تعظيم سلام باسم البشريه كلها للست العذراء، واحنا بنسبحها في التسبيح ونقول لها ام الايه؟
امر قدوس. لو انا حطيت في ذهني شيء في وقت من الاوقات اتصلت بيا سيدة فاضلة وقالت لي يا ابونا انت مش عارفني، قلت لها، قال انا مامة الانبا فلان، يعني ابنها ايه؟ قلت انا يا ابونا عايزك في موضوع وانا هجيلك. قلت لها لا تجيني ازاي؟ ام سيدنا انا اجيلك لغاية ايه؟ لغاية عنده. دي ام ايه؟ ام سيدنا، مش كده ولا ايه؟ لكن ايه رأيك لما تبقى ام سيد الكل؟ ام سيد الكل مش ام القديس. النهاردة سنكسار الكنيسة، لما نقرأ سنكسار نقول تعيد الكنيسة بنياحة او استشهاد القديس الفلاني، ومن امره انه ولد من ابوين تقيين، يعني ام فاضلة واب ايه، نقول يا بختهم رب ابنهم وراح السماء. لكن دي مش ام فلان، دي ام ايه؟ ام القدوس. يا ناس دي ام القدوس الذي يقدس البشرية كلها، ام الله. انا لا دي عايز اتكلم عن ام القدوس. ام القدوس يعني نبع الطهارة، يعني ما فيش ست في البشرية زي الست العذراء. ده مرة احد الاباء الاسقف عاد يوصف لنا الست العذراء وقال جسمها زي المرمر الشفاف، ست قدسية، ست جسمها بيشع بالنور. فاكرين مرة حكيت لكم حكاية الراجل اللي جنوب البدرشين بحوالي 40 ميل لقى بنت اموره كده وشايله عيل صغير؟ الست اللي شايله عيل صغير دي كده، ايه الجمال، ايه الحلاوه دي، ومعها راجل مكنكح، زق الراجل المكنكح وسحب الست العذراء شقلها الجلابيه بتاعتها. جسمها النوراني بدا يبان. الست العذراء انزعجت، عايزه تقول له حاسب يا بني ادم، ده الجسم ده هيكل الله اللي ساكن فيها الله، حاسب لحسن، ده لحم، ده العرش اللي قعد عليه رب السماء والارض، حاسب لحسن لحم ده. اذا كنت انت يا نصراني اللي قاعد قدامي، معلمنا بولس بيقول لك انتم هياكل الله، انتوا يا اللي قاعدين قدامي يا لابسين التراب، ام العذراء تبقى ايه؟ اذا كنت انا وانت هيكل الله، العذراء ام الايه؟ ام القدوس. ام القدوس بالجمال والنعمة، ام القدوس بالجلال والهيبة، ام القدوس. فالراجل ده الست العذراء لما اتخضت لمت هدومها وقلت له روح ان شاء الله يوقف نمو ايدك ونمو عقلك. بيقول الراجل ده اصيب بالخبل، بقى مجنون يعني، ما ها العقل ايه راح، والايدين بيقولوا بقت تفس زي فرد كوتش كده تطلع هوا، فضلت تصغر تصغر، بقت زي ايدين البيبي اللي عمره كم شهر ما يقدرش يمسك حاجه. ففضل الراجل ده في المكان ده يرموله الاكل يوطي ياكله يوغز زي الايه، زي البوبي، ويعيط اسف، يبكي سنة، اثنين، عشرة، 15، 18 سنة يبكي. هو اللي عمله شوية، هو الجرم اللي ارتكبه شوية. فزمان كلمة بكاء عندنا بالفرعون القديم اياط، لغاية دلوقتي عندنا احنا في الصعيد نقول ايه؟ بيعيط. في اللغة العربية مفيش حاجة اسمها يعيط. الأداء عمرهم ما كتبوا يعيط، لك كتبوا يبكي. لكن إياط على أساس إيه، كلمة إيه مصرية قديمة. فكان الناس يروحوا جايين رايحين غطان يقولوا
الرجل اللي بيعيط لغايه ما مات. قالوا يا هنا عاش الرجل الايه اللي بيعيط. اتجمع الناس وعاشوا في الحته دي وبقت لغايه دلوقتي الراجل اللي بيعيط اقصد العياط بقت العياط لغايه النهارده. ليه؟ لانه مد ايده وتجاسر على اقداس الله. دي ام الايه؟ ام القدوس. ام القدوس ده الملاك مش الملاك اسف رئيس جند الرب غبريال وقف قدامها وعطى تعظيم سلام. سلام الله تبتدي سلام يا حضرة الرئيس ده انت الرئيس يدوك انت السلام. قال لك لا ما هو فوق العالي فيه الاعلى منه. ده انا جاي للملكة ام الملك ام الايه ام القدوس. سلام لك ايتها الايه الممتلئة نعمة ام القدوس. انا عايزك الولاد تفكر كده معايا في مقدار الست العذراء كرامة الست العذراء اقداسها امام الله مكانتها امام الله. انا عايز اقول لك الولاد الست العذراء ام القدوس كان لكونها ام القدوس فكانت زي الملكة تصدر فرمانات فرمانات يعني تصدر فرمانات. يعني الكلام اللي قالته للراجل بتاع العياط ده فرمان ولا مش فرمان؟ فرمان. صدقوني ده الست العذراء ام القدوس. انا بتخيل كده وهي شايله الطفل الالهي بتقول له ليك المجد يا سيد الكل ليك المجد يا رب الكل ليك المجد اللي بتسبحك الملائكه. ما هي شافت بعينيها الملائكه وهو لسه في اللفه بتطلع وتنزل لمؤاخذه هو اللي حصل للي انت النهارده بتخلفي عيل بتجيبه غربال وبتغربليه وتقول اسمع كلام امك ما تسمعش كلام معرفش مين وحلقاتك في رجلاتك وده اللي انت قادره عليه. لكن ده لما ولدت وما عملتليش سبوع اهله هم اللي عملوا له ايه سبوع. بصت لقى الصف طالع وصف نازل. ليه؟ اصل ده احتفال ملكي. شفتش في التلفزيون لما يجي ضيف على مصر ولك ويستقبل استقبال رسمي يقف الرئيس كده على البساط وتلاقي صف عساكر رايح شمال وصف عساكر جاي يمين. ايه ده؟ ايه اللي عاملينه قدام الرئيس ده؟ يقول لك ده التشريفة. التشريفة اسمهم كده حفلة الايه؟ التشريفة. بيعملوا تشريفة للضيف. برضو الملائكة عملت لسيدك وسيدي تشريفة وهي حاطة في حجرها وعمال كده تلعب له في شفايته تقول ليك المجد يا رب الكل يا قدوس. والملائكة تقول لها ما انت برضو ام الايه ام القدوس. شافت التشريفة ولا ما شافتهاش؟ شافت الكرامة ولا ما شافتهاش؟ شاف المجد معلن ولا ما شافتهاش؟ العذراء مريم ام القدوس. انا ما اعرفش المجانين اللي بينكروا كرامة العذراء دي بيضيعوا من نفسهم بركة بيضيعوا من نفسهم وبيغلطوا في الملك واللي يغلط في ام الملك ما برضو يعني. انا عايز اقول لك مرة الملكة فيكتوريا كانت ماشية في الشارع ونزلت سيول مطر رهيبة غرقت الدنيا. الملكة ما كانش قدامها مكان الا انها خبطت على قوس صغير كده فتحت لها واحدة غلبانة قالت لها خديني عندك. قالت لها اخدك فين يا خيتي انا ست غلبانة انا ملك مش عارفة. قالت لها ده انا الملكة. قالت لها ملكة ايه؟ قالت لها صدقيني انا الملكة فيكتوريا. قالت لها خشي هدخلك وخلاص فيكتوريا مش فيكتوريا مش خش. ولما قعدت وعرفت انها الملكة الملكة قعدت حوالي 5-6 ساعات على كرسي في الكوخ ده وبعدين قامت مشيت. قامت مشيت الست الغلبانة راحت ماسكة الكرسي وربطته بحبل وعلقته في السقف بتاع الكوخ. ايه يا ست انت علقت الكرسي ليه؟ قالت ده قعدت عليه الملكة. أقعد عليه حد تاني؟ ده قعدت عليه الملكة فيكتوريا؟ أقعد عليه حد تاني؟ بوجه ندائي لإخواننا البروتستانت أقول لهم خلي عندكم أدب. بطن المسيح ما يقعدش عليها حد تاني. بيفسروا هو ذا أمك وإخواتك إن العذراء خلفت من يوسف النجار. يا للصفاقة يا للصفقة بالعقل كده يا بروستانتي. لو العذراء لو المسيح ليه اخوات
كان المسيح يديها ليوحنا ولا كان اولى بيها واحد من ولاده؟ فسر الكتاب صح يا حبيبي، فسر. ما تهنش ام الملك، ده الست الغلبانه رفعت الكرسي بتاع فيكتوريا، قالت ما حدش يقعد عليه في عرش المسيح اللي قعد عليه بطن العذراء، يقعد عليه حد تاني. يا ريتك تسمعني وتندم على كل كلام قلته في حق العذراء، لان العذراء ام الايه؟ ام القدوس، ام القدوس، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين. ما قالش كونوا قدوس، لا، كونوا قديسين لان اباكم الذي في السماوات هو ايه؟ هو قدوس. علشان كده انا عايز اقول الا لا دي العذراء كانت كلماتها فرمانات، كانت تدي فرمان. فرمان يعني ايه؟ يعني هقول الست العذراء وهي جايه الارض مصر عند الفرمة، فرمة اللي هي العريس او قرب العريس باتنين كيلو، الخالة سلومة، عارفين مين هي الخالة سلومة؟ القابلة الداية اللي ولدت العذراء، بس ما ولدتهاش العذراء، ولدت لوحديها، لان العذراء لما كانت بتولد والخالة سلومة بصت كده لقت السكة مقفولة، تسامحني الست العذراء مدت ايدها عشان توسع للعيل عشان يطلع، زي ما هي عارفه ما هدايه وعارفه انه العيال تنزل ازاي. اول ما صوابعها لمست لحم العذراء سلت يدها في الحال. اه يا دراعي، اه يا دراعي، قلت لها معلش يا خاله، تعالي يا خاله سلومه تعالي. بقت العذراء تئن من الم الولاده وتدعك في دراس سلومه لغايه ما سلومه دراعها ايه؟ رجع. قالت لها توبة من دي النوبة ان ولدت حد تاني، انا هعتذر الصنع على ايديكي. عشان كده سلومة لزقت في العذراء ما سالتهاش لغاية ما ماتت. انا عايز اقول لك البلادي، لان العذراء ام الايه؟ ام القدوس. وفي حد زيك يا مريم؟ لا جه ولا هيجي، لا راح. تقول لي ام ما عرفش مين، خالة معرفش مين، حفيدة معرفش مين، العذراء ام القدوس. بقول لك ام القدوس، افهم افهم يا تراب ورماد، افهم العذراء ام الايه؟ ام القدوس. انا عايزك الليلة دي تفكر معايا في ام القدوس. القدوس المولود ايه؟ منك يدعى ابن الله. قصة اذكرها في الوفاء النادر، جورج واشنطن، عارفين جورج واشنطن ده؟ كان عمدة النخيلة، جورج واشنطن ده كان رئيس الولايات المتحدة الامريكية، مش عمدة قوم الصعايدة. جورج واشنطن لما كسب في الانتخابات وعملوا له احتفال في البيت الابيض عشان يقعدوه على كرسي امريكا، والحفله ابتدت وجورج واشنطن هياخد الخطوات، بص كده يمين وشمال ولقوا سال الصف ورجع لورا، قوم واحده ست عجوزه مكركبه حطها تحت باطه وخدها معاه في التشريفه وعلى الكرسي بتاع امريكا، احسن كرسي في امريكا، ده احسن كرسي في البيت الابيض، ده كرسي امريكا. وراح مقعد الست العجوزه دي. عايز تكرم العذراء ام الملك؟ جورج واشنطن التراب اكرم امه. مكانة العذراء يا اللي بتنكر كرامة العذراء، يا اللي بدنك بها مية، العذراء ام الملك اسمها ام القدوس. ما حصلناش البشر جورج واشنطن، سلام ليك يا عذراء. العذراء صاحبة فرمانات، الكلمة منها يا اقول لك على فرمان وهي عند الفرمة قبل ما انسى، ودخلة كده فتقدمت سلومة، انا فرحت من عند سلومة دي، ارجع لسلومة تاني. على فكرة سلومة اللي بيدلعوها دلوقتي الفرنجة والخواجات بيدلعوها يسموها سالي، فسالي هي ايه؟ سلومة. فخلت سالي دي ولا خلت سلومة؟ بصت للعذراء وعلى
طبطبت عليك لها كده، قلت لها معلش تحملي يا اختي ان شاء الله نوصل مكان قريب، انا عارفه ان احنا جوعنا والعيش اللي معانا خلص. فالعذراء كده طبطبت عليها قالت لها ما تخافيش يا خاله مش هنجوع. قالت لها بس هنجيب منين؟ لا في مخبز ولا فرن ولا حد بيخبز ولا بقينا نصرف من يومين. قالت لها يا خاله ده احنا معانا اللي بيفرد ايده ويبكل اللي فوق وياكل اللي تحت، ما تخافيش يا خاله. قلت لها يا بنتي قلبي هفت عليا مش قادر امشي خلاص روحي سخسخت. قلت لها بقول لك في الفرمه وفي الحته دي يا جماعه عند العريس تلاقوا الحجره مدوره كده، في حجره مدوره كده. قلت لها طب هات الحجر المدور ده. مسكت العذراء الحجر ومسكت الصوابع المنمنمه بتاعت مين؟ يسوع. حط اللي في كفه وقالت له حبيب امك خاله سلومه عايزه تاكل، العيش خلص. لقت الحجر دي في ايدها الست العذراء بتحط ايدها على القشر على الحجر من فوق، لقته قشفه ولا الرغيف لفينه. قالت له خدي كلي يا خاله. قالت لها ايه ده يا مريم؟ ده عمري ما اكلت اكل ده اكل من بتاع بره. قالت لها لا مش من بتاع بره، ده من بتاع فوق، ده نازل لنا من فوق. العذراء اصدرت ايه؟ فرمان. العذراء اصدرت فرمان يلي مختص. يقول لك ايه؟ مستغفر تكريم العذراء دي العذراء ام القدوس. انا عايز اقول لك العذراء اسمها ام الايه؟ ام القدوس. كرامتك يا عذراء منين؟ دي كرامتك من السماء، كرامتك سماويه. كرامه العذراء كرامه سماويه. فرمان الحجر بقى ايه؟ وخد بقى عرفت السكه، تلاقي حجر كده ابيض خلى سلومه، تقول له يا اختي هيطلع ده حلو، ده هيطلع قلبه ابيض. خد كده حطيه تحت ايد ابنك يا اختي، انا عمري لا شفت ولا هشوف. سلومه اللي مسخت خديه جت من القدس من بيت لحم لغايه اسيوط، لغايه اسيوط. تقدر تمشي لغايه ابو النورس انت اللي قاعده قدامي؟ لا، ما عرفتيش يسوع، ما كلتيش من العيش اللي اصلا كان ايه؟ كان حجر. ها؟ لكن خدت الفرمان. الراجل العجوز اللي عمره 95 سنه ازاي يمشي؟ ازاي؟ ده معاه يسوع يا اخي. والعذراء ام الايه؟ ام القدوس. فرمان العذراء. انا عايز اقول للنادي العذراء ام القدوس فرمان الهي.